واحد يقول يقول بولس الرسول أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات، بيتكلم على ما سيكون مش على دلوقتي، لأن دلوقتي احنا لسه لم يقمنا معه، بنموت وبندفن ولسه بدري علينا، لكن أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات بيتكلم على ما سوف يكون وليس على ما هو كائن. بيقول أم أننا فعلا قمنا مع المسيح لأنه كان نائبا عن البشرية وجلسنا معه في السماويات؟ هو ده الفكر انت بتردده كده. أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في أذني. بتكرر نفس الكلام، ما هو ده اللي خلاني أخاف عليكم من أنكم تكرروا نفس الكلام. اعقل اعقل، ما تكررش نفس الكلام. كان نائبا عنا وجلسنا معه في السماويات. انت حاليا جالس في السماويات؟ ولما يقول جلسنا معه في السماويات، على اعتبار ما سوف يكون ولا اعتبار ما هو كائن الان؟ ان كنت جالس في السماويات فيبقى ايه اللي يخليك تتنازل وتنزل لتحت وتتكلم معانا؟ خليك جالس في السماويات. ده بيتكلم على ما سوف يكون. كان نائبا عن البشرية، هو كان نائب عن البشرية في حمل الخطية، وكان نائب عن البشرية في الصوم وفي المعمودية وفي الحاجات دي، لكن كان نائب عن البشرية في الصعود إلى السماء والجلوس عن يمين الآب. طب افرض هو نائب، انت راخر هتقول له انك من بالنيابه برضه ولا ايه؟ اكتفي بانه ناب عنك وخليك محزك. ما هو الناس يتكلموا عن تأليه الانسان وعن جلوسه عن يمين الله وعن صعوده الى السماويات، وبعدين يصحوا يلاقي نفسهم لسه على الارض وكلها كانت أحلام يقظة. طب نشوف بقية سؤال. بيقول لأن السيد المسيح هو في كل حين عن يمين الآب ولا يتركه، لكن كنا نحن فيه، برضه نفس اللغة، كنا نحن فيه عندما صعد إلى السماء وجلس عنيه. أنت كنت في المسيح لما صعد للسماء؟ انت كنت فيه لما صعد الى السماء وجلس؟ كنت فيه ازاي؟ يا ريت تشرح لنا عمليا. يعني ثم ان بولس الرسول يتكلم ويقول فاذ لنا ثقه ايها الاخوه بالدخول الى الاقداس لا نلومه ولا نقول له كيف. لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس، ولكن متى؟ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس، ولكن متى؟ تاخد نص الآية وتسيب الباقي؟ لنا ثقة بالدخول الأقداس طبعا، لنا ثقة أن احنا ندخل الأقداس، ولكن متى؟ دلوقتي؟ بعد ما نموت دلوقتي؟ حتى لو متنا دلوقتي، اقصى ما يمكن قاله المسيح اليوم تكون معي في الفردوس، لكن في الفردوس مش في الاقداس العليا اللي تبقى في الملكوت بعد القيامة. انا يهمني انك انت تقتنع. ولا نقول له كيف، لكن لو قالها فلان الكاتب يعني تؤخذ عليه.
وأرضو أحب أقول لك من أحب أبا أو أما أكثر مني يقول الرب فلا يستحق. وبعدين بيقول بالنسبة لموضوع تأليه الإنسان يقول في كتاب أفسس المسيح يملأ الكنيسة بلاهوته لكن الكنيسة لا تحد ولا تصير الكنيسة إلها. وأعتقد أن هذا ردا على موضوع تأليه الإنسان. هو بالنسبة للكاتب المواضيع فيها ربكة نوب الرأي ده ونوب الرأي الآخر. يعني لاحظوا في هذا الكتاب اتكلم عن الجهاد وفي كتاب غلاطية قال ما فيش حاجة اسمها جهاد أبدا، وفي هذا الكتاب اتكلم عن السهر وفي غلاطية قال ما فيش حاجة اسمها سهر ولا أعمال ولا غير. يعني تلاقي في كل كتاب رأس وفكر وفي تناقض نوع الكونتراديكشن ما بين ده وده. يملأ الكنيسة بلاهوته لا، لكن مثلا في كتب أخرى شركة في الطبيعة الإلهية. تقول إيه على شركة في الطبيعة الإلهية؟ بينما كتاب بيقول شركاء الطبيعة الإلهية في العمل في الجهاد في غيره، لكن ده بيقول شركة في الطبيعة الإلهية. نفس التعبير بتاع جورج حبيب بيبقى شركة في الطبيعة الإلهية، احنا بنشترك الطبيعة الإلهية. وبرضو الأخ ده يصر عليه هو نفس الشخص اللي ساعات يقول لي لكن في الكتاب الفلاني في حاجة تانية. أنا بقول لك على اللي قصدنا ده تشوف. هل أنت تخش الملكوت مع خطايا الجسد؟ جاوب. هل اللي بيقولوا ان خطايا الجسد تحرم الانسان من الملكوت دول ناس يتكلمون عن وضع بعيد عن الفداء؟ يعني التعليم غير المنتسب إلى الفداء اللي بيقول ان الخطية تؤدي الهلاك يبقى تعليم غير منتسب للفداء. هل الفداء يشجع الانسان على الاستمرار في الخطية؟ هل الفداء يقول له مدام الفديق المسيح فداك من خطية اخطي زي ما انت عايز؟ ازاي بقى؟ هل الفداء الذي نجانا من الخطية يعطينا فرصة لخطايا أخرى؟ يا ابني من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق، يقول الرب الكلام ده. يعني مش بقوله